كابتن وائل جمعه، مشاركه مهمه لمنتخب مصر في بطوله كاس العرب، توقعاتك للبطوله اولا واهميه المشاركه للفريق المصري؟ ان شاء الله تبقى مشاركه مفيده باذن الله لمنتخبنا، واللعيبه اللي اختارهم الجهاز الفني ان شاء الله يظهروا بشكل يعكس قيمه وقدر مصر باذن الله في البطوله، وتبقى استعداد كويس جدا جدا للمنتخب المصري قبل كاس العالم، فيها كل المنتخبات العربيه، وعارفين المنافسه تبقى عامله ازاي بين المنتخبات العربيه وبعضها. المساندة الجماهيرية موجودة إن شاء الله، والدعم الجماهيري موجود، وشفناها في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، ولما الزمالك كمان لعب هنا في مباراة الترجي. فإن شاء الله المنتخب المصري بإذن الله يظهر بشكل يشرفنا كلنا كمصريين بإذن الله في البطولة. أيهما أفضل، المشاركة بالمحترفين أم المحليين؟ والله أنا أعتقد إن المحترفين صعب يشاركوا، لأن طبعا الأجندة بتاعت الأندية بتاعتهم في التوقيت ده، خاصة إن أنت هيبقى عندك كمان في شهر يناير كأس الأمم الأفريقية، تبقى في الكاميرون، واللعيبه صعب ان هي تلعب البطوله العربيه وتلعب الكاس الامم الافريقيه. فاعتقد ان احنا الدوري المصري الحمد لله استعاد عافيته شويه، وبقى فيه لعيبه كتير موجوده في الدوري، ويقدر المنتخب يعتمد عليهم يعني.